بطولات كتيره يا كابتن محمود وكواليس كتيره جدا جدا في حياتك، وخاصه دايما بتبقى الكواليس مختلفه في السبعينات عن الثمانينات عن الجيل الحالي. ايه تفتكر البطوله اللي كابتن محمود صالح دايما يفتكرها ان البطوله الاصعب في تاريخه؟ يعني بيبقى في دايما كده في مواقف معينه بتمر عليك، زي ما انت قلت ما كنتش متوقع انك تلعب مباراه النادي الاهلي وتروح الصبح، لا في ظروف حصلت فبدات تلعب وتحط رجلك. ايه البطوله اللي انت كنت شايف انها صعبه جدا وحققتها؟ بطوله كاس ابطال الكؤوس كانت سنه 84، كان الفاينل كان كانون يوندي، كان في 84 كانوا ياوندي لعب الكاميرون، لعبوا كاس العالم 82 وعملوا نتائج هايله الحقيقه، كمان تقريبا ايطاليا والارجنتين واعتقد بولندا او بتهيألي تقريبا تعادلوا الثلاث مباريات، جيل عملاق. ولو تتذكر حضرتك في الفتره ديت الاحتراف ما كانش مفتوح، يعني اللعيبه دي بتشوفها مع الانديه الكبيره في افريقيا دلوقتي. الفاينل ده احنا اعتقد كسبنا 1-0 بجون مجدي عبد الغني تقريبا، ورحنا هناك جابوا جون. احنا كان يعني انت النادي الاهلي كان طبعا في لعيبه كبار في الفتره ديت وكان اسمنا كبير، وكنا حققنا بطوله 82 بطوله افريقيا، اول بطوله افريقيه، اول بطوله بالظبط. 83 الحقيقه يمكن خسرناها بالتحكيم، بس دول كان ابطال الدوري. ابطال الكاس دي ابطال الكؤوس كانت اول بطوله 84. طبعا كان في انا يعني مش متذكر اول اسماء طبعا، عدت فترات طويله اكيد. هم جابوا جون الحقيقه، وبعدين هم تراجعوا وبقوا يعني احنا طبعا يعني بعد ما جابوا جون كان موقف صعب بالنسبه لنا، لو احرزوا هدف ثاني هيخسر البطوله، بل احنا فوجئنا ان هم بعد ما احرزوا الهدف المباراه الاولى كانت في قرار 1-0 بالظبط، وبعدين مباراه العوده هم جابوا جون وبداوا يضيعوا الوقت نتيجه التعادل. يعني مش عايزين يجرونا في اللعب ويلعبوا المباراه، هم كانوا بيضيعوا الوقت. قد يكون هم بقى فكرهم ان هم ضربات الجزاء تبقى في صالحهم او كده، انما الحمد لله ربنا وفقنا واحرزنا. دي اكتر بطوله حضرتك تفتكرها؟ اصعب بطوله كمان عدت على حضرتك؟